نعرف قبرها، لأنه أول فترة سجلنا اسمها على النصايب، بس بعدين بعد فترة جينا لقيناها مكسرات وما نعرف. يعني بصراحة نعرفها مدفونة بحطين، مقبرة حطين، بس بأي مكان يعني بالضبط ما نعرف، لأنه داعش ما كانوا يخلون إنه نصايب، إنه فكرهم إنه هذا بدع. ظلينا ندور له القبر بعد من بعد التحرير، بس للأسف ما لحد الآن ما لقيته. يعني صار ما الناس ترجع، يعني رجعت مثل أولي، إنه بأيام الجمعة بالأعياد تزور موتاها. يعني أيام وجود الدواعشة كان ممنوع ما عم باتن إنه زيارة القبور، يعني جريمة إذا إنه تجين تزورين القبر. أتمنى إنه أعرف قبر أمي هنا بين القبور، وأحط له نصيبة مشان إنه آني أو أحد من أهلي اللي يجي يزوروا يعرفوا، يعني ما إنه يضيعوا مثلي. Thank you.